السلام السلام بسم الله لا تحب الله بسم الله بسم الله عرفتي فاطمة؟ أين فاطمة؟ فاطمة جارتنا تلقات واش هذا بيت فاطمة سيشوف فيه غير ولاد شكون فيهم؟ داك الحمار تاع سفيان قالوا لي مشات يتعامل مع بزنازة وقتل واحد البوليسي ودخل دابا الحبس أويلي استغفر الله العظيم أويلي الحبس دخل الحبس الحمار الآخر أويلي فين غيكون ولدي دابا أويلي استغفر الله العظيم خرج لي هذاك الحمار من الجن ما عرفت فين خرج لي ما تيشبهش لخوتو ربيت حصان ضربية وخرج لي من الجن الحمار الآخر ودخل دير مكبوطة اجيبوا لي حوايجي سكتنا هما سكتنا شي حريزة انا سؤالك من وداك القارو كما قال المونتيف انا حسال من داك برا الحبس هو داك برا يما هنا مسؤول غادي راه الجنة هادي واي 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 داي اول حاجه غنديرها نمشي نتسامح مع والديا هي الاولى ومن بعد ان شاء الله نتقاتل ونولي انسان مزيان نمشي نحقق داكشي اللي كنت كنحلم به من الصغر ديالي وغادي نتقاتل وغادي نولي انسان اخر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي واش داك الجن مازال ما بغيتك ولا شنو مازال ما طاب باقي الوقت بزاف واحد الوقيته هادي و 12 الليل هادي ابا كنسمع شي حاجه شي دق شي واحد الله سير نوض حل ما يكون هي مول الكرا هذا بغيت سمعنا اخبار الخير شكون غيدق علينا بهاد الوقت حل الباب اوف شكون صاح اخويا انت وحشنا كاع صاح الله يحفظك انا زيادين ديال الصغار وقالت لي والدينا لاباس عليها لاباس عليها كاين كلشي بخير الله يلا الحمد لله وانت ابا خويا سفيان الله يرزقك ويلي سفيان الله يرزقك ويلي الحمد لله الوالدة كلشي مزيان والمرأة ويلي كلشي بخير اوا ولدي شنو نقول لك انا ما غادي نسولك في لا فين كنتي لا علاش مشيتي لا علاش درتي ولدي ولا غير راج بارك عليه لو كنتي راجل وصافي داكشي اللي كنتمنى الوالد راه الحمد لله راه دابا شتي الطريق وكلشي بفضل الله غنتقاتل دانو لي انسان اخر وكنوعدك ودا الوالد ان شاء الله غنوصل داكشي اللي كنتمنى ليه وداكشي علاش كنحلم من صغري ان شاء الله ان شاء الله بغيتكم واحد الحاجه ترضيو ترضيو عليا الوالد وحنا راضيين عليك الدنيا واخره راه قصة طويلة بلا ما نعاودها لكم إن شاء الله يكون خير يلا نخليكم دابا الوالد لازم إن شاء الله غنرجع وبأفضل حال كنوعدكم الوالد والد الله يليها فرنسا لا
هاجر معاك ليلة وليلة هليلة وغادي غادي نعيش ويلة. عمي سميت هاد المدينة عمي قول لينا عمي راه قصتك قصة قول لي سميت المدينة مالك اوليدي شتك غام جليب وحدك ياك لاباس وقصتك قصة عمي مع البيا يلا الله عاودي احكي لي احكي لي ما تبقاش ما عرفت منين غادي نبدا ليك عمي خاصني وين نبدا ليك مالو كنت واعي ندير سوين فيها قرايتي القراية هي كلشي بالنسبة ليا فاش كنت كندير سبور جا عندي وعاود ليا مسكين على المشاكل ديالو وقع فيا بزاف مالو سيد الحاج ودي مسكين سبابو غير دوك رفقاء السوء مسكين كان هو دري زوين وكيقرا ودايف قرايتو وقعوا عليه تبلاوه بالمخدرات ودخل الحبس المهم حياته دازت المهم دوزها مسكين وجا لهنايا مسكين من جديد وراني خدمته عندي راني قلت ليه يجي يخدم عندي في المعمل خويا درتي فيه خير كبير سيد الحاج. ايوا الله يقدرنا على فعل الخير. يلا نوضي نوضي جيبي لنا نتغدا راه فيا الجوع. يلا الله بسم الله. كبير هذا زيد زيد الله يحفظك شكرا بك السي الحاج زيد ما تبرد دارك اولدي ما تكشمش كي داير من هنا اللهم لا تسهل عليك السي الحاج انت كلشي مزيان الامور عامية الصحة واش حنا اللهم لك الحمد السي الحاج انت كي داير الامور عامية اللهم لك الطاق الحاجة اللهم لك الحمد البنيات اللهم لك الحمد انا عندي واحد البنية هي السي الحاج وكما كتعرف راه الصحة قلالت وبغينا زعما نزوجوها تبقى غير اختها الصغيرة حتى هي تاهي ان شاء الله يجيب ليها سعدنا تاهي نزوجوها المهم ورا نتا كيما كتعرف عجبتيني دخلتي ليا لخاطري ولقيت في كل الناس ويعني ديال الثقه وبغيت ان شاء الله نزوجها لك الا قبلتي بيا ايه واش غادي نقول لك اش غادي نقول لك السي الحاج خير كسبق عليا ما يمكنش ليا نرفض الطلب ديالك واخا مازال كاع ما شت الدريه ولكن غادي تشوف غادي نقول لك اي ما عندي ما نقول لك خير سبق عليا السي الحاج ايوا هذا ما كان ما غاديش ننسى خير والله ما ننسى السي الحاج غير وكان ننسى اللي عرف الزواج قرب الطاعه غير وكان السي الحاج عطيني واحد خمس ايام نهبط عند والديا نقولها له ايوا من حقك اولدي من حقك داك الشيء من حقك من حقك نجيو نخطبوا ان شاء الله الدريه ونتفقوا على امتى غنديروا العرس ان شاء الله السي الحاج الى الله ان شاء الله ايوا هذا ما كان ولدي ايوا والله لا حاجه السي الحاج لا جبنا في الصوابه السي الحاج داكشي اللي كان المهم قلب لا ما نعطلك على العمل ديالك سير قوم بالعمل ديالك وان شاء الله ميعادنا من دابا يلا الله يهديك السي الحاج ولدي انا غادي نعدي عليك نمشي معاك لدابا ولدي كيدير مع شي قرايه هنا بابا نسلكو مع القرايه
شحال جبتي بالعربية؟ عربية جبت واحد 12. أو مزيان مزيان. إما الفرنسا ودي؟ الفرنسي؟ جوج. جوج؟ جوج أونس أونس. ما عرفتش هادشي كيتوني. شوف شوف غير الصوليت لي جاي. جاوب لا جاوب بزاف جاوب بزاف شوف شكون. ألو. أييي. طلع صاحب. أك خويا زعما. خويا شكون هاد خوك هذا شكون فيهم؟ سفيان نسيتو كاع سفيان في بيه اجي دابا صافي دخلنا نجي عندك دابا صافي هاد ولقيتي لنا خويا الله كنهضرو عليك ياك اخويا الله يا سفيان جاني كلشي مزيان والله راني صحيح الحمد لله مهمتي كلشي بخير اخبار هذا الوالد ايوا اش غدير الوالد راه الدنيا راه ما بغاش لينا نريحو ولديك باريدي ايوا الوالد داكشي اللي كاين شنو نقول لك اولدي راك بخير وكان كلشي ديال الامور هانيه حتى الوالده كلشي بخير الصحه اللهم لك الحمد ملي كاينين نتوما هذيك هي الدنيا وما فيها خويا يوسف كلشي مزيان الامور هانيه كيما كيما هذا ما كتبدلش ما كيمال غير هو ايوا شد اصبر مع الوالد اصبر معاه راجلنا صابرين معاك ايوا وليدي خاصك انت تكمل دينك ودير علاش توصل ان شاء الله بحال الا علمك الله الوالد داكشي علاش جيت نهضر معاه ايوا انا باغي راه دابا كيما كتعرف راه شادين طريق الله او باغي نكملو ديننا ايوا داكشي اللي مشى عليه ونشوفو ولادنا قبل ما تموتوا ان شاء الله الا واش وداكشي علاش شي ما نقول بابا باغي لكم تمشيو معاه عند واحد السيد هذاك اللي كان اللي خدام عنده دابا واحد الانسان زوين عنده واحد بنته او ان شاء الله بغيتكم تمشيو معايا بابا مزيان نكتبو ديك الدريه اش داكشي واش باغي تزوج واش انت شغلك الا بغيت تشوف سير داير الوالد داخل لا ابا ابا والله الا انا بغيت نتزوج وحق الله شوف هو شوف شوف ان شاء الله نتزوج ايوا الوالد اش دابا ان شاء الله الله يبارك عندي مزي هادشي تزوج انا صافي يا خليه مسكين ليه دي وصافي ديك الوالد راه القضيه عندي مزيره والخدمه ان شاء الله بغيتكم ضبط ان شاء الله تمشيو معايا صافي غطيت صباح الصباح نمشيو ان شاء الله نشدو الطريق حيت كما دوك الناس راه كاينين في اكادير صافي غطا ان شاء الله نمشيو عندهم يلا بع الله حاجه انا اجي اجي راه بغيت نهضر معاك اجي قلتي على داك الدري اللي كنت عاودت لك عليه داك النهار اللي كنت مسكين تلاقاني المهم راه عجبني داك الدري كان الدري زوين وثقة عجبني في الخدمة ديالو وقلت علاش لا ما نزوجوش بنتنا مريم اش بان لك انتيا ولي درتي انا معاك فين هي بعد البنت عيط لها نهضرو معاها مريم مريم نعم ماما اجي نقول لك اجي بنتي اجي شغل نقول لك ملي ما يتخبى المهم واحد الشاب راه عجبني وبغيت نخطبو ليك بغيت نعرف الرأي ديالك نتيا اش بان لك صافي اللي بان لك نتا الوالد ايوا هادي السنة المهم راه غنعرض عليه هنايا يجي يتغدى معنا ونشوفوه ديك الساعة ونشوف إلا عجبكم المهم وراه دري زوين ثقة أنا راه شتو وراقبتو في العمل ديالو يعني دري الله يعمر هذا واخا صافي ايوا يمكن يلا بسم الله بنت مريم موجودة بنت الحاجة موجودة كلشي واعر الناس ما بقى لهم والو يجي غيكونوا غير هما هادو اللي كيدقوا ديال بنت حليم نوض نوض يلا 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله بسم الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صحة وشدة معقولة غبورة انت عندما قبلت ما بقيت تسوي الموال ما كبير هذا طيب زيد حاجة بخير
السلام عليكم. هنا الحاج كلشي مزيان العمرانيه الصحه كلشي بخير. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تبارك الله تبارك الله. ريح ريح اوليدي تبارك الله. ايوا سيدي الحاج كيدايرين مع شي عمل وشي بلا بخير الحمد لله. نتوما كيجيو مع السفر بخير؟ ايوا الحمد لله ارتاحينا بعدا شويه ارتاحنا. الحمد لله الحمد لله. ايوا نتوما اصلا عارفين علاش جينا؟ أيه. جينا طالبين رابين في بنتك الولدي سفيان. مرحبا مرحبا. حنا ما غاديش نلقاو ما احسن من ولدكم سفيان بنتنا مريم وان شاء الله يكون خير. يكون خير ان شاء الله الا كتب الله. هذه اللي مكتبه هي اللي غادي تكون ان شاء الله. ايوا فين هي بنتكم بعدا؟ حاجه عاد البنت مريم. ها مريم. نعم. عجبني فيه. عجبني فيه. ايش ايش بارك الله عليها ما شاء الله زوينه. الله يبارك فيك الحاجه. الله يبارك فيك الله يخليك. امين. ايوا بنتي نجيك من الاخر. هاد الناس هادو راه جايين طالبين فيك بغاو يبغوك ولدهم سفيان. ايوا واش بالك قابله ولا لا؟ ايوا اش نقول السيد الحاج؟ السكوت على ما تريد. السكوت على ما تريد. ايوا نقرا الفاتحه. اختاري هذا صدقه. يلا بيتي نوضي يجيب لك. مبروك اسيدي الحاج. مبروك 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 مبروك. ايوا سيدي الحاج دابا غادي ندوي في المعفون قضيه تاع الصداق. شنو درنا فيها بقى؟ شوف اسيدي انا عندي المهم هو تهلا ليا في البنت. الصداق اللي عطيتو حنا قابلين ما عندنا مشكل. المهم عندنا هو تهلا في البنت. ما تخافش اسيدي الحاج غادي نديرو فيها بعدا بعد بدنا اسيدي الحاج. ولد ولدنا والبنت بنتكم. حنا دابا راه ولينا عائله وحده ولهذا يا حاج. ايوا اش بان لك اوليدي سوفيا اش بان لك؟ درتوها قباني معاكم. الله لي حاشم الله يجيبنا في الصوبه سيدي الحاج. اللهم امين يا ولدي امين. ايوا واحد مريم فينا هي؟ هاي هاي فينا هي البنت حاجه مريم. تبارك الله تبارك الله. لا ايوا سيد الحاج دابا اش نديرو في قضية تاع العرس؟ اسيدي كما كتعرف الدرية حنا عندنا مازال كتقراي خاصها دوز بعدا الامتحانات ديالها وان شاء الله في الصيف يجيو خالاتها من برا وان شاء الله نديرو العرس باذن الله. ايوا اللي قلتو اسيدي الحاج حنا معاكم. يلا الحاج الكوزينة يلا نمشيو. حاج بقيت الصلاه عليك. اه يلا نشوف يلا بسم الله بسم الله. مريم كما كتعرفي دابا حنا ان شاء الله راه غندخلوا في واحد المرحله مهمه من حياتنا وان شاء الله انا راه مالي ما غاديش تلقي مني شي حاجه ديال العيب ولا شي حاجه. غنكون ان شاء الله الزوج المثالي ومربي ولادنا ان شاء الله في الخير. وكما كتعرف راه الوالد ديالك دار فيا ثقه دار فيا ثقه وعطاني ما اغلى ما كيملك وان شاء الله كنتمنى نشهد هذا الزواج ديالك وهذا الشيء الا تعاوننا بجوج ان شاء الله باذن الله وكنتمنى من الله ما يخيبنيش. صافي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. اختي يا سيدي الحاج الله منجي هضرتو شويه. ايوا اوليدي سفيان هادي الوقيته باش سيدي الحاج. لا بلاتي تتعشاو معنا. لا لا تابعنا باقي السفر سيدي الحاج. الله يهديك اسيدي الحاج. راه كاينه طريق طويله. واش بغيتو تباتو معنا؟ مره اخرى ان شاء الله مره اخرى. مره اخرى ان شاء الله. سير اوليدي سفيان سير. يلاه يلاه. دنیا میں کتنی ہے نفرتیں پھر بھی دلوں میں ہے چاہتیں. دنیا میں کتنی ہے نفرتیں پھر بھی دلوں میں ہے چاہتیں. مر بھی جائیں پیار والے مٹ بھی جائیں یار والے. زندہ رہتی ہے ان
रहती है।